السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الظروف وبصحه جيده. اليوم غنشارك معكم هاد لي كريب وشوكولا اللي تيجيو زوينين بزاف، طريقه سهله تيصلحوا للكوتي الوليدات يديو مع المدرسه. ونتمنى تشجعوني، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ندوزو ان شاء الله للمقادير والطريقه. عندي هنايا 170 غرام ديال الفرينه، 20 غرام ديال الكاكاو، 3 ديال البيضات، واحد الخميشه ديال الفاني سكر فاني، و 40 غرام ديال الزبده مذوبه، و 350 غرام ديال الحليب، واحد شويه ديال الملح. غادي نخلطوا هادشي كله في الخلاط الكهربائي، واللي ما عندوش يضرب بيدو مزيان ويخلط مزيان العناصر كامله. صافي ونمكسيو هادشي كله مزيان. ونخويوها في شي جبانيه، صافي وندوزو نطيبوه. هاد المقلاة هادي راني خديتها من اكسيون، صدقت زوينه. صافي ونسخنو المقلاة مزيان، صافي ونطيبو لي كريب. صافي ونقلبوها للجهه الاخرى من الطيب. صافي تنكملوا العجينه ديالنا كامله على الشكل هذا. وانتم تطيبوا ودهنوا وممتو حتى سخونه، لان انا دهنت هنا بالكونفيتور. وانتم تقدروا ديروا الشوكولا ولا الكونفيتور ولا تخليهم حتى هكاك، راهم تيجيو زوينين بزاف. انا درت هنا الكونفيتور ديال ميختي. الدهن تيبقى لكم الاختيار نتوما باش ما بغيتو تدهنوا.
هاد العجينة هادي طيحت لي 10 ديال لي كريب. الاولى ديجا كلاها ولدي. انا طويتها هكا وانتم غديروا بحال هكا ولا طويو.